السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان والأخوات الكرام، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. إن شاء الله اليوم غنشوفوا الحالة الوبائية في إيطاليا، غنديروا دورة لابد في ألمانيا، وقعت حاجة مهمة اليوم إن شاء الله، غنشوفوا المغرب كذلك، وكيف ما ديما غنديروا ديك الدورة اللي كنجيبوا على دول العالم، يعني البلدان اللي متفشي فيها الوباء بزاف. وما تنساوش الإخوان ديالي تفاعلوا مع الفيديو بالتعليق وبلايك، جزاكم الله خيرا. وغادي نديرو كذلك اطلال على الاخبار اللي يعني من عدة علاقه بهذا اللوك داون، هذاك السده اللي سد علينا الحجر الصحي، وغادي يعني نشوفوا الجديد ديال الاخبار في هذا الفيديو ان شاء الله. نبداو اول حاجه غادي يمكن لكم تلاحظوها هو هذا الرقم اللي هنايا 201505، هو العدد الاجمالي ديال الناس اللي تصابوا بالفيروس في ايطاليا منذ بدايه الوباء. اليوم كيتخطاو الحاجز ديال 200000 شخص، 200000 واحد. العدد الاجمالي اللي لقاو اليوم ديال الناس اللي بوزيتيف 2000، يعني مقارنه بالامس كيطلع شويه. هذا الرقم اخوان غيبقى وغادي يبقى ديما طالع، وغنمشيو نشوفوا لومبارديه شحال لقاو فواحد هي اللي فيها المشكل، وغادي ندخلوا للديتاي ديال هذا الرقم، يعني دابا غندوزو عليه سريعا وغادي نرجعوا ليه ان شاء الله. الناس اللي تشافات الحمد لله اكثر من البارح كانوا 1600 وشي حاجه، اليوم 2317 شخص اللي تشافوا، والعدد الاجمالي راه كيوصل 68941، يعني قراب ل 70000. الحمد لله رقم ممتاز. الناس اللي كتموت الاخوان ديالي اليوم 382، كيبقى هذا الرقم عالي بزاف عالي بزاف، واخا كينزل كما قال الرئيس ديال البروتيكسيون سيفيل ديال الوقايه المدنيه، راه غادي كينزل حتى هو، وصراحه راه غادي كينزل، ولكن ما كينزل غير بشويه، راه كل نهار كنشوفوا 300 400، دابا راه ماش بقى لي على 400 382. العدد الاجمالي ديال الناس اللي توفات اللي محصيه واللي يعني دار لها التحليله ولقاوها بوزيتيف راه 27359، يعني كاين واحد الرقم ديال الناس اللي كيف ما شرحت لكم في الفيديوهات السابقه ميت بالكورونا وما محصيش ومازال غيرجعوا لهم يديروا لهم التحاليل، الناس اللي شاكين فيهم. والعدد ديال الناس اللي كتاخذ العلاج اللي دابا حاليا مرض، يعني حيدا منهم الناس اللي توفاهم، حيدا منهم الناس اللي تشافوا، يعني على دوك اللي بوزيتيف دابا راهم كينقصوا ب 608، رقم مزيان. دابا نمشيو نشوفوا الناس شحال من تحليلات دارت، نشوفوا التحليلات اللي دارت عاد نشوفوا الناس اللي في كياخذوا العلاج ديالهم. كيف ما تشوفوا معايا هنايا اليوم 28 شهر 4 57272 تحليله لقاو فيها 2091، يعني نقول لكم صراحه رقم مزيان حيت التحاليل اللي داروا بزاف، يعني 57000 تحليله مقارنه بالامس. شوفوا معايا مزيان، درنا 57000 ولقينا 2000، البارح درنا 32000 ولقينا 1700، يعني الفرق ديال التحاليل راه كبير بزاف، تقريبا ماشي الدوبل ولكن تقريبا الدوبل. والناس اللي لقينا يعني ما كاينش فرق بزاف، يعني كل نهار كيبان هذاك العدد، واخا تكثر التحاليل واخا تقلل منهم، المهم ايطاليا راه مكثر التحاليل بزاف، راه تقريبا هو ثاني بلد من وراء المانيا اللي كيدير التحليلات. نمشيو نديرو اطلاله سريعه على الناس اللي كياخذوا العلاج ديالهم. كيف ما كتشوفوا معايا تزادوا هنايا الناس اللي كياخذوا العلاج في الدار، يعني هي ماشي شي حاجه زوينه الناس تزاد اللي واخده الفيروس، ولكن الى خذوا الفيروس وكانوا في الدار يعني راه ما عندهمش سينتوم، يعني حاجه مزيانه. كان 81000 في اليومين، دابا راه وصلت ل 83، يعني الناس اللي كيلقاو اكثريتهم كيصيفطوهم للدار، يعني حيت ما عندهمش الاعراض ديال المرض. والناس اللي عندهم الاعراض راه حتى هما تيقلوا، راه كنعقل انا غير الاسبوع اللي داز راه كانت 25 26000 واحد هنايا، اليوم 19723 بناقص نسبه ناقص 3.10%. الناس كيقل الضغط على الثيرابي انتنسيف على الانعاش، وحتى في اللومبارديه كيقل الضغط على الانعاش، وكتبقى يعني 1863 شخص في ايطاليا كامله عندهم يعني كياخذوا العلاج ديالهم في الانعاش، حاجه مزيانه غادي كيقل هذا الرقم. نشوفوا حاجه اخرى هو ديال الكورفا ديال كيفاش غاده، كتشوفوا معايا كيفاش غاده، يعني باقي نفس الشرح اللي كنشرح لكم ديما، غيبقى بحال ما هو. الحل باش واش نوصلوا للصفر صعيب بزاف، الى ما لقاوش الجلبه الاخوان هاد المرض راه ما كاينش ليه شي حل صراحه، الى ما لقاوش الجلبه. نمشيو نشوفوا كيف ما قلت لكم الاخبار، اطلاله سريعه على الاخبار ديال اليوم، نبداو من الفوق. هذه بريتيش ايروايز، هذيك الشركه الطيران البريطانيه، غادي تخرج 12000 واحد شخص. خاصكم تعرفوا السيكسور ديال يعني القطاع ديال الطيارات راه خدا الضربه القاضيه ديال بصح نيت، هو اللي تاثر بزاف. بريتيش ايرويز كتقول لهم غادي نحبس 12000 واحد،
اللي عقل فيكم السيمانه اللي فاتت كانت لوفتانسا قالت لي غنحبس 10000 واحد، اليوم شركه الطيران ديال تركيا هي حبست الطيران ديالها حتى الاخر ديال شهر 5. يعني هنا كنشوفوا فونتانا كيقول لهم بالله راه كالانو ريكوفري، يعني الناس اللي كتاخذ العلاج ديالها قلات. وغنمشيو نشوفوا ها لومباردي اش واقع فيها. لومباردي الاخوان اليوم لقاو فيها 869 شخص، يعني رقم، يعني التحاليل اللي دارت في لومباردي اليوم 8500، 8573 تحليله لقاو فيها 869، يعني رقم كيبان شويه عالي الاخوان ديالي. نمشيو نشوفوا حوايج اخرين. الحاجه اللي مهمه وهي هذه، وراه المهدر هضوا عليه الصحف كامله اليوم وضوا عليه الاخبار وكل شيء. المانيا اش وقع فيها؟ رساله التاسو دي كونتاجو بير لا بريما فولت، هذاك اللي دي شير ريد زيرو اللي كنت قلت لكم انا يا شرحت لكم فيديوهات سابقه، يعني هذاك المقدار، واحد الرقم كيكون خاص يكون قل من واحد وقريب للصفر. الا كان في واحد، دابا المانيا وصل عندها الواحد، اش كيعني وصل واحد؟ واحد كيعني ان كل واحد، يعني كنهضروا على احصائيا، يعني كل شخص مريض بالكورونا فيروس غيعادي لك واحد اخر. كان ذاك الرقم ثلاثه، يعني كل واحد مريض غيعادي ثلاثه اخرين. الرقم اللي وصلت لي المانيا واحد، يعني من مارس ما كانش عندها هذا الرقم وصل لواحد، دابا وصل لواحد. غنشوفوا المانيا اش غدير، واش هذا الرقم غيبقى واحد وغينزل بوحدو، ولا غادي، حيت المانيا كل فيها كل شيء مفتوح. والخوف اللي كاين هنا في ايطاليا، ولكن الحاجه اللي هي زعما كاين متاكده، هو هذا الاين دي شير ريد زيرو. حنا دابا في ايطاليا راه تحت الصفر، تحت الواحد، سمحوا لي، ما بين 0.5 و 0.7. نهار غنفتحوا من هنا للسيمانه، غنفتحوا نهار 4 مارس، راه غادي يطلع، غنشوفوا شحال غيطلع. هما كيتمنوا ما يطلعش بزاف، حنا نتمنوا ما يطلعش بزاف، ونتمنوا خير، يعني حيت مادام هان دي مايو كيقول لهم اوراسيا مي برودنت انستا، ولا قال لهم غادي دي مايو قال لهم خاصكم تاخذوا الحذر ديالكم، ولا في الصيف غادي نرجع نديروا الحجر الصحي. يعني اختاروا، واش ناخذوا الحذر ونخرجوها سالمه، ولا في الصيف غادي نرجعوا نديروا نسدوا علينا ديورنا، وغتكون مشكله كبيره تسد هذاك الطار في الصيف. نمشيو باش نديرو اطلال على العالم كيف ما العاده الاخوان ديالي. اذا العالم هو هذا شو وقع اخوان في العالم. شوفوا البارح امريكا شحال سجلات، اليوم راه وصلت 4000، وباقي كيتزادوا مع عندهم ميزاجور كي التجديد ديال الرقم كل ساعه تقريبا. البارح سجلت 23000 حاله امريكا، والرقم راه فات المليون عندهم حاله. الناس اللي تشافات راه 138000، الناس اللي مازال كتاخذ شي العلاج عندهم 800 814000. اسبانيا اليوم لقات 2700، والبارح 2700، يعني ما كاينش فرق، كاين فرق مع 80 حاله ولا 90 حاله اللي كاينه. ايطاليا شفناها، فرنسا 3742 البارح لقاو، الرقم ديال اليوم باقي ما موجودش. المانيا لقات 1000 حاله تقريبا، الرقم ديال اليوم باقي ما موجودش. العدد الوفيات هو ديال اليوم هو اللي عالي بزاف، عندهم الماني 35، مولف ما كيموتوش ليهم الناس بزاف. المهم ماتوا اليوم 35. نديروا اطلاله على المغرب وافريقيا. المغرب كيف ما كتشوفوا معايا، الناس اللي تشافت اليوم في الصباح 100، المغرب كيف ما كتشوفوا معايا الناس اللي تشافت راه كثيره، الحمد لله الحمد لله، كيتشافوا ناس بزاف، راه وصلوا ل 739. مات شخص الواحد الله يرحمه اليوم. العدد ديال الوفيات كيوصل 163، والعدد ديال الناس اللي اتصابت بالفيروس في اخر 24 ساعه حتى الصباح، هذا الرقم حتى الصباح راه 126. العدد الاجمالي في المغرب هو 4246. كيف ما كتشوفوا معايا الحاله في مصر، يعني مصر كانت واحد الوقيته هي وجنوب افريقيا كانوا في 3000، وحتى المغرب كان في 3000. جنوب مصر بدات كتلقى الناس بزاف، وهي الحاله الوبائيه في مصر يعني راه متدهوره جدا، ما كاينش صراحه في الارقام وما كاينش تحاليل كثيره، بالعلم ان مصر فيها الفيروس بزاف اكثر من اي دوله افريقيا. دول اللي ما شاء الله عليها، غانا مثلا عندها 1550 تحليله، شوفوا شحال ديال التحاليل كيديروا، يعني واصل 100000. حنا المغرب راه يلاه 30000، يعني غانا فايتانا في التحاليل. ما شاء الله. تونس الحالة جد مستقرة، تونس بحالها يعني يقول الوباء بدا كي يعني تكونترول. صراحة هذا الرقم ديال 967 أنا كيبان لي نفسه منذ يعني واحد الاسبوع، يعني كتزاد شي حاجه قليله ولا ما كتزادش. اذا كان خطا في هذا الموقع ما كيديرش التجديد ما نضمنش، ولكن تونس على هذه الحاله اللي قايدنا هذا الموقع، راه موقع راه عالمي وموثوق منه وكل شيء، يعني حاله جد مستقر.
بهذا كنكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو الإخوان، ما تنسوش تفاعلوا مع الفيديو، تهلاو في ريوسكم وإلى اللقاء.